قام رجل وبكامل صحته العقلية وبشكل مفاجئ بالتركيز في منطقة معينة في البيت والصراخ بأعلى صوته بشكل متكرر وكأنه يرى شيطانا. لم يعرف أحدا سبب هذا التصرف الغريب إلا بعد فوات الأوان. قصة شيرمان سايزمور. مرحبا بكم في قناتكم تثقف في دقائق. في عام 2006 شيرمان سايزمور البالغ من العمر 73 عاما قضى معظم حياته في العمل في واحدة من أخطر الوظائف في العالم، وهي استخراج الفحم من المناجم في ولاية فيرجينيا. في الواقع شيرمان نجا كثيرا من الموت أثناء عمله في تسرب غازات وانهيار أعمدة. بعد فترة من الزمن وبعد أن كبر في السن وكبر أطفاله تقاعد من هذا العمل الخطر. عرف عنه أنه يحب أحفاده بشدة لدرجة أنه مستعد للتخلي عن أي عمل في سبيل اللعب معهم. ولكن في شهر يناير من نفس السنة تحول شيرمان من شخص طيب هادئ إلى شخص مختل ومجنون تماما. بدأ كل هذا في ظهر يوم 19 من يناير عام 2006 بينما شيرمان يجلس مع زوجته روبي على الأريكة، وبشكل مفاجئ بدأ شيرمان في الصراخ ومركزا بعينيه في مكان معين في الغرفة وكأنه يرى شيئا مخيفا جدا. صرخ بشكل قوي جدا لدرجة أن زوجته صرخت معه من الفاجعة. نظرت روبي للمكان الذي ينظر له شيرمان ولم ترى شيئا على الإطلاق. سألته ماذا ترى وما يخيفك؟ شيرمان غير قادر على الاستجابة أو الرد. يبدو أن الذي يخيفه أخافه بشدة لدرجة أنه لم يستطع النظر لأي مكان آخر أو الرد على أي شخص. كانت عينيه وفمه مفتوحة على مصراعيها ووجهه يتحول للون الأبيض حتى أنه بدأ يتعرق. المسكينة روبي لا تعرف ما تفعل معه. بعد فترة هدأ وقال لها لا تتركيني لوحدي وإلا سيقتلونني. تقول روبي أن زوجها لم تصدر منه هذه التصرفات ولا حتى مرة واحدة طوال حياته، وكأنها تتعامل مع شخص آخر. كانت ممسكة به تأمل ألا يصرخ مرة أخرى، لكنه للأسف وبشكل دوري يعيد نفس الشيء. لم تتصل روبي بالإسعاف لأنها توقعت أنه سينام واليوم التالي سيصبح بخير، لكنها عندما استيقظت كان من الواضح أن شيرمان لم ينم أبدا وكان ينظر بشكل متواصل لسقف الغرفة ويبدو حالة أسوأ من قبل. رفض شيرمان من زوجته طلب أي مساعدة لأنه خاف أن يدفنوه حيا، وقال لها أنت فقط ابقي معي. في الواقع كان هناك سبب معين لما حدث له. قبل بضعة أشهر بدأ يشتكي من آلام شديدة في بطنه، وبعد فحصه من قبل الطبيب اتضح أن ألمه ناتج من مرارته وأن عليه الخضوع لعملية جراحية استكشافية لتحديد سبب ألم المرارة. في اليوم 19 من شهر يوليو يوم العملية كان شيرمان طبيعيا جدا ما عدا من الألم الذي ألم به. في غرفة العمليات طبيب التخدير أعطاه عقارا واحدا فقط من العقارين اللازمين للتخدير العام، وهما باصة للعضلات والمخدر. هذا يعني أن شيرمان كان مشلول الحركة تماما
باستثناء عينيه ويشعر بكل الألم، وهذا بالفعل ما حصل معه. شعر بكل أنواع ألام العملية، من تمزيق وتقطيع لمدة 16 دقيقة. حاول تحريك عينيه للفت الانتباه إليه، إلا أن عينيه كانت مغطاة بشريط لاصق، وعند الحركة المستمرة لعينيه انفتح القليل من الشريط، وأصبح يشعر بكل الألم. بعد 16 دقيقة لاحظت إحدى الممرضات أنه يحرك عينيه، وهنا صاحت على الطبيب أن شيرمان واعي لكل شيء. هرع طبيب التخدير لإعطائه المسكنات، وهنا استوعب أنه لم يعطيه المخدر. الطاقم الطبي عرفوا أنهم في ورطة كبيرة، وسيواجهون دعوى قضائية حالما يفيق شيرمان، لأنه سيتذكر كل شيء. لذا قاموا باتخاذ قرار بإعطائه دواء يسمى ميدزولام لمحاولة إفقاده ذاكرة ما حدث. للأسف هذه 16 دقيقة زرعت في العقل الباطن لشيرمان وليس في العقل اللاواعي، وجسمه مدرك تماما أنه تعرض لصدمة شديدة جدا. لكن ما فعله العقار أنه قام بمسح كيفية تلقيه لهذا الألم، لذا هنا كذلك الانفصال الكبير في ذاكرته. حالما أفاق كان خائفا ومتوترا بشكل فظيع، تحول من شخص هادئ وطبيعي لحالة فوضوية تماما، ولم يستطع النوم، ويعتقد أن الجميع ما عدا زوجته يريدون دفنه حيا. وعند عودته للمنزل أصبح يعاني من نوبات ذعر شديدة، وخائف من شيء لا يعرف ماهيته. وبعد أيام بدأت تأتيه ومضات من ذكريات العملية الفعلية، من التعذيب الذي مر به، ولم يدرك أنها من عمليته. كان يعتقد أنها كوابيس يمر بها، وقبل أن يتمكن أي معالج نفسي من علاجه لم يعد يحتمل الأمر. وبعد أسبوعين من العملية أنهى حياته. عائلته حققوا في الموضوع حتى اكتشفوا التقرير الطبي المذكور فيه كل التفاصيل، وتم مقاضاة المستشفى وتم تعويضهم بمبلغ مادي. ما حدث لشيرمان هو الوعي تحت التخدير العام، ومضاعفاته كبيرة تؤدي إلى تأثيرات نفسية بما في ذلك الاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة، ويحدث أيضا عند إعطاء مخدر بجرعة غير كافية، وذلك لتحقيق حالة فقد الوعي للمريض. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.